طيب الآن بدنا نبدأ بأول نوع من أنواع دوائر للترانزستور اللي هو الفيكست بايس. شكل الفيكست بايس زي ما احنا شايفين، في عندي مصدر جهد، في عندي ار كوليكتر، في عندي ار بايس، لكن بدنا نلاحظ انه عند الاميتر ما في اي مقاومة. تمام، الآن في عندي عدة يعني جهود وتيارات ممكن نطلبها. الآن من خلال الدائرة هون بدنا ننتبه عليهم عشان نعرف كيف نطلعهم. إذا بنلاحظ من عند الإيميتر للأرض في عندي جهد اسمه الفي إيميتر، في عندي من عند الكوليكتر للأرض في عندي جهد اسمه الفي كوليكتر، من عند البيس للأرض برضو في عندي جهد اسمه الفي بيس، هاي ممكن نطلبها. زي ما بنعرف في عندي هون تيار البيس، في عندي هون تيار الكوليكتر، هاي الشغلات اللي هي اللي ممكن يطلبها. تمام، لكن ايضا معلومه اشي طبيعي بنعرفها كلياتنا، اللي هي انه عندي انا هون مصدر جهد دي سي، واحنا بنعرف انه لما في حاله مصدر جهد دي سي، في زي ما احنا شايفين هون في عندي موسعات، هاي الموسعات في مصدر لما نتعامل مع دي سي، مصدر جهد دي سي بتصير اوبن سيركت، لذلك بصير شكل الداره زي هذا الشكل. الان يعني طريقة أو يعني الطريقة رح نشتغل عليها كثير كثير سهلة، وهي مبدأ لكل دوائر الترانزستور، اللي هو بشكل بسيط جدا رح أخذ لوب من هاي من هذا الطريق، ورح أخذ لوب من هذا الطريق. لو أخذنا لوب زي هيك رح يطلع عندي سالب ال في سي سي زائد ال I بيس في ال R بيس زائد ال في بي إي، هيو في بيس إميتر، إيش يساوي؟ صفر. ممكن من هاي الدارة اطلع ايش؟ من هاي المعادلة اطلع تيار البيس ممكن يطلبوا مني، اللي هو يساوي في سي سي ناقص الفي بيس ايميتر على الار بيس. هاي اول مطلوب ممكن يطلبوا مني وطلعته، عبارة فقط مشيت لوب كيرشوف يعني، فقط يعني كل دوائر الترانزستور راح تعمل معها نفس المبدأ اللي هو امشي خد لوب وامشي عليه بتطلع المجاهيل المطلوبة منك. هاي ممكن طلعنا تيار البيس. الآن من تيار البيس أنا بعرف العلاقة اللي حكينا مهمة جدا، العلاقات اللي لازم نكون نعرفها، حكينا لازم واحنا بنتعامل مع الترانزستور لازم نكون عارفينها. هيو حكينا البيتا تساوي الاي كوليكتر على الاي بيس، اذا الاي كوليكتر ايش يساوي؟ بيتا في اي بيس، اذا ممكن اطلع الاي كوليكتر اللي هو يساوي بيتا في اي بيس. طبعا زي ما بنعرف كمان انه الاي كوليكتر ايضا يساوي تقريبا الاي ايميتر، فانا طلعت كمان الاي ايميتر. ممكن لو اخذت لوب من هاي من هذا الطريق ايش ممكن يطلع معي؟ ساب الفي سي سي زائد الاي كوليكتر في ار كوليكتر زائد الجهد ما بين الكوليكتر والايميتر في كوليكتر ايميتر يساوي صفر. هاي عندي هاي يعني اذا بيطلع في كوليكتر ايميتر ايش يساوي؟ ال في سي سي ناقص ال اي كوليكتر في ار كوليكتر. يعني هاي هي الاشياء اللي ممكن يطلبها مني، هاي طلعناها وعرفنا كيف بنطلعها، فقط عبارة عن كيرشوف. الان في عندي ثلاث ملاحظات مهمات جدا ولازم نفهمهم منيح. الملاحظة الاولى هون حكينا في عندي جهد اسمه في بيس ايميتر، اللي هو ما بين البيس وما بين الايميتر. هذا الرقم او هذا الجهد هو جهد ثابت، لكن بيعتمد على نوع الترانزستور. ايش يعني؟ يعني اذا في السؤال اذا ما ذكر لي نوع الترانزستور، تمام، او اذا ما ذكر نوع الترانزستور او حكى انه سيليكون، بيكون الفي بيس إيميتر يساوي 7 بالعشرة. لكن إذا حكى لي إنه جرمانيوم فراح يكون الفي بيس إيميتر يساوي 3 بالعشرة فولت. هاي أول ملاحظة. إذا الفي بيس إيميتر هو رقم ثابت بيعتمد على نوع الترانزستور، إذا ما ذكر لي نوعه أو إذا ذكر لي في السؤال إنه سيليكون بعتبره 7 بالعشرة، لكن إذا ذكر لي إنه جرمانيوم بعتبره 3 بالعشرة. الملاحظة الثانية حكينا إنه أنا في عندي الترانزستور لما حكينا إنه بيشتغل في ثلاث مناطق، أو في عندي ثلاث مناطق لعمله، الكت أوف، في عندي الأكتيف وعندي الساتوريشن، حكينا صحيح. الآن في منطقة الساتوريشن ممكن يطلب مني إشي اسمه الآي كوليكتر ساتوريشن. لو طلب مني اي كوليكتر ساتوريشن ايش بعمل؟ بحكي له او بفترض انه الفي كوليكتر ايميتر بعتبرها
صفر، بعتبر انه الفي كوليكتر ايميتر تساوي صفر. طيب من خلال هذا اللوب اللي اخذناه هنا اخر شيء، لو اعتبرنا انه الفي كوليكتر ايميتر تساوي صفر، ايش بيطلع عندي؟ الاي كوليكتر ساتوريشن يساوي في سي سي على الار كوليكتر. هاي عرفنا كمان نطلع الاي كوليكتر ساتوريشن. الان الملاحظه الثالثه ممكن تيجي عن طريق، يعني ممكن يطلبها، يعني بيجيب لك سؤال عليها، ممكن يجيب سؤال عليها، واغلب الطلاب ممكن ما تعرف تحله لانها هيك يعني شكله غريب، لكن هو معلومه سهله كثير. ممكن في شيء اسمه، في عندنا شيء اسمه اللود لاين، هاي هو علاقه ما بين الاي كوليكتر وما بين الفي كوليكتر ايميتر. طبعا العلاقه بتمثلها هاي المعادله اللي انا رسمتها قبل شوي، هاي. طبعا هون زي ما بنعرف اكيد في عند هاي النقطه الفي، هون هذاك الفي كوليكتر ايميتر يساوي صفر. لو عوضنا هون في كوليكتر ايميتر تساوي صفر، فايش بيطلع عندي هون؟ بيطلع عندي اللي هو الاي كوليكتر ساتوريشن اللي هو يساوي الفي سي سي على الفي سي سي على الار كوليكتر. طبعا عند هاي النقطه العكس، وعند هاي النقطه بيكون اي كوليكتر يساوي صفر. فلو عوضنا هون اي كوليكتر يساوي صفر، فايش بيطلع عندي؟ في كوليكتر ايميتر يساوي الفي سي سي. فمن هاي عند هاي النقطه بيكون عندي ايش؟ الفي سي سي. فممكن هون السؤال ايش يجيب لنا في الامتحان؟ بيجيب لك هاي الرسمه مثلا، ممكن او ضع دائره، اذا كان في ضع دائره بيجيب لك هاي الرسمه، بيحكي لك اوجد لي الفي سي سي، اوجد لي مثلا اي كوليكتر ساتوريشن، او مثلا اوجد لي الار كوليكتر. خلص ما انا اذا معي هون، ما انا هون ايش بكون معي انا؟ الاي كوليكتر ساتوريشن. اذا معي اي كوليكتر ساتوريشن ومن هاي النقطه بكون عارف الفي سي سي، بقدر ببساطه اطلع الار كوليكتر. يعني هي فكره بسيطه لكن ممكن يجيب عليها سؤال هيك تركه صغير يكون، والطلاب يعني ما تعرف تحله. هاي بالنسبه الى الفيكست بايس. الان لو اخذنا مثال بلشنا نحل فيه، بحكي لي find ال I base، ال I collector، ال V collector emitter، ال V base وال V collector وال V base collector وال I collector saturation. نبلش زي ما حكينا، أصلا أنا في دوائر الترانزستور كلياتها معتمد على أني أخذ لوبات، زي ما حكينا بأخذ لوب من هون وبأخذ لوب من هون بكل بساطة. لو أخذنا لوب من هون زي ما حكينا، سالب 12 زاد ال I base ضرب ال 240 كيلو زائد هون ال في بيس، في بيس ايميتر، في بيس ايميتر ما ذكر لي نوعه، واذا ايش بعتبرها؟ 7 بالعشرة مباشرة يساوي صفر. اذا من هاي العلاقة ممكن اقدر اطلع الاي بيس اللي هو يساوي ال 12 ناقص 7 بالعشرة على ال 240 كيلو اللي هو يساوي 47.08 مايكرو امبير. هاي طلعنا ايش؟ الاي بيس. طيب انا بعرف انه الاي كوليكتر يساوي البيتا في اي بيس اللي هو يساوي ايش مباشره؟ البيتا هي معطينيها في السؤال 50 ضرب الاي بيس اللي هو يساوي 2.35 ملي امبير. طب هنا طلعت الاي بيس، طلعت اي كوليكتر. طيب لو اخذت لوب من اللوب الثاني، سالب 12 زائد الاي كوليكتر وطلع معي 2.35 مل ضرب 2.2 كيلو زائد الفي كوليكتر ايميتر اللي هو طالبه اصلا يساوي صفر، بيطلع الفي كوليكتر ايميتر ايش يساوي؟ مباشره ينقل الجميع على الطرف الثاني، بيطلع الفي كوليكتر ايميتر يساوي 6.82 فولت. طيب الان هاي في الان طلب لي الفي بيس، الفي بيس من وين؟ حكينا من عند البيس الى الارض، هاي في بيس صحيح. لو اخذنا لوب من هون عشان نعرف ايش هو الفي بيس، بصير عندي سالب الفي بيس، هيو من هون انا بلشت اخذ اللوب من هون، هيك بدي امشي انا في اللوب، سالب الفي بيس زائد الفي بيس ايميتر يساوي صفر. اذا الفي بيس يساوي
يساوي ال V بيس إميتر اللي هو يساوي 7/10. طيب أنا أخذته هيك طلعته إنه V بيس يساوي 7/10 عن طريق اللوب. طب أنا ممكن أطلعه ببساطة. طب V بيس إميتر إيش يعني؟ هون خلنا V بيس إميتر إيش يعني؟ مش يساوي V بيس ناقص V إميتر. طب ال V إميتر هيو، هاي ال V إميتر من الإميتر للأرض، في إشي هون الجهد يساوي صفر، سلك فاضي. إذا هذا ال هون صفر، إذا ال V بيس إميتر يساوي V بيس ببساطة اللي هو يساوي 7/10. تمام، هاي طلعنا ال V بيس. طب ال V كوليكتر من عند الكوليكتر إلى الأرض، أو ممكن نفسه هاي الكوليكتر هو هي هون، ممكن تأخذ لوب من فوق كمان، يعني ممكن تأخذ لوب من هون أو ممكن تأخذ لوب من فوق. لو بدي أطلع ال V كوليكتر بحكي سالب 12 زائد ال I كوليكتر في 2.2 كيلو زائد ال V كوليكتر يساوي صفر. إذا ال V كوليكتر يساوي هاي ال V، هاي كوليكتر بأكد مرة ثانية كيف أخذت اللوب، نزلت من هون زي هيك، هاي الكوليكتر زي هيك، تمام. ممكن أطلع زي هيك عشان نفهم، هاي يساوي صفر. إذا ال V كوليكتر إيش يساوي؟ ال 12 ناقص ال I كوليكتر ضرب 2.2 كيلو اللي هو إيش يساوي؟ ال V كوليكتر تساوي 6.82 فولت. طيب قبل شوي طلعنا ال V كوليكتر إيميتر يساوي 6.82% فولت، برضو نطلع نفس ال V كوليكتر إيميتر، برضو نفس الملاحظة اللي أخذناها حكينا ال V كوليكتر إيميتر إيش يساوي؟ V كوليكتر ناقص ال V إيميتر، وحكينا إنه ال V إيميتر يساوي صفر. إذا ال V كوليكتر إيميتر يساوي ال V كوليكتر اللي هي نفسها طلع فعليا طلع معنا نفس الرقم. طالب مني ال V بيس كوليكتر ايش يعني؟ يعني V بيس ناقص V كوليكتر يساوي V بيس كم طلع معنا هيو؟ يعني 7/10 ناقص ال V كوليكتر هيو 6.82 ويساوي بيطلع معنا. تمام، الآن طلب مني الاي كوليكتر ساتوريشن. حكينا لما يطلب مني الاي كوليكتر ساتوريشن ايش بحكي؟ بعتبر انه الفي كوليكتر ايميتر تساوي صفر، باخذ لوب من فوق. اتوقع قبل شوي حكينا في حاله الفيكست كم بيطلع معنا، هي على هي العلاقه بتطلع معنا مباشره في في سي سي على الار كوليكتر، هي مباشره طلع. لو عوضنا مباشره الاي كوليكتر ساتوريشن تساوي الفي سي سي على الار كوليكتر اللي هي 12 على 2.2 كيلو اللي هو يساوي كم؟ بيطلع معنا يساوي 5 ملي أمبير. هذا أول مثال أخذناه على الفيكست. بنذكر وبنأكد إنه الترانزستور طريقة التعامل معه في جميع الدوائر نفس الطريقة، فقط أنا أخذت لوب من هون ولوب من هون، مشيت على كيرشوف فقط، مش إشي جديد، إشي كلنا بنعرف نتعامل معه، لكن بدنا نكون يعني رايقين وفاهمين إنه الموضوع سهل جدا وسهل نتعامل معه. V بيس من البيس للأرض، V كوليكتر من الكوليكتر للأرض، V إيميتر من الإيميتر للأرض، تمام. V بيس إيميتر يعني V بيس ناقص V إيميتر، V كوليكتر إيميتر يعني V كوليكتر ناقص كوليكتر V كوليكتر ناقص V إيميتر. هنا في عندي I بيس، هنا في عندي I كوليكتر. هاي جميع المعلومات اللي ممكن تواجهني، وهي جميع المطالب اللي ممكن تواجهني في أي سؤال، ويعرفنا نطلعهم بكل سهولة. الآن عندي سؤال ثاني بشكل سريع، طالب مني هون البيتا، تمام؟ طالب مني هون البيتا، لكن في معلومة ناقصة هون في السؤال ناسي أنا أحطها، اللي هي الـ V كوليكتر. هون V كوليكتر معطيني إياه يساوي 6 فولت. طيب لو جينا بلشنا من عند المعلومة اللي هو معطيني إياها، وأخذت لوب سريع، سالب 12 زائد الاي كوليكتر في 1.2 كيلو زائد 6 فولت يساوي صفر. اذا انا بقدر اطلع من خلال هاي العلاقة الاي كوليكتر بشكل سريع، الاي كوليكتر كم بيطلع معاي؟ بيطلع معاي الاي كوليكتر يساوي 5 ملي امبير. طيب ممكن اخذ لوب من هون برضو عشان اطلع الاي بيس، سالب 12 زائد الاي بيس في 2.6 كيلو زائد 7/10 برضو في بيس إيميتر يساوي صفر. إذا الآي بيس كم تطلع معي؟ الآي بيس بيطلع معي 50 مايكرو أمبير. طلعنا آي بيس، طلعنا آي كوليكتر. طب أنا بعرف إنه البيتا إيش تساوي؟ آي كوليكتر على آي بيس اللي هي كم يساوي؟ الخمسة
الاي كوليكتر اللي هي 5 ملي على 50 مايكرو امبير اللي يساوي 100. وهيك عرفنا نطلع البيتا بشكل سريع جداً.